انا اول حاجة جبتها من شي ان زين العسل ده تحفة 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 بجد يعني شي ان اهو هلبسه واوريهولكو. تاني حاجة جبتها بقى التيشيرت ده خطير وموضة السنة دي، الألوان دي تحفة تحفة. هوريكو بقى تالت حاجة يا بنات السليبر الوهمي ده، اولا اللي هو البوزو اللي بيبقى مربع ده طالع موضة السنة دي. يعني بجد انا انتوا لو قلت لكم قد ايه حلو، استنى هلبس لكم الشوز مع الفستان واوريكم الطقم على بعض عامل ازاي. يا بنات اهو انا لبست الفستان، it's like the cutest dress ever. حاسه ان انا بنت عندها 5 سنين كده، so cute، حبيته جدا. وده السليبر، شايفين تحفة ازاي؟ السليبر وهمي وهمي يا بنات، في اللبس حاجة تانية خالص، ستايلش جدا. اصدمكو سعر الفستان ده يا بنات 400 وشوية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.